لنقاش الموضوع ينضم إلينا من لندن الكاتب الصحفي السيد عادل درويش. سيد عادل، مرحبا بك معنا. النسخة المنقحة من هذا التقرير إلى أي مدى ربما تفقده الزخم والثقة للمنتظرين؟ مشكلة هذا التقرير هو تداخل عدة عناصر مع بعضها. هو تداخل الوضع القانوني مع تحقيق البوليس مع قانون الخصوصية وحرية المعلومات مع الوضع السياسي الدستوري. وطبعا كان هناك يعني توقع أن يفرج عن هذا التقرير قبل 3 أيام، وكان هناك السيناريو يعد خصوم بوريس جونسون اللي أنا تكلمت معاهم من نواب البرلمان لتقديم عدم طرح الثقة فيه أو تقديم عدم الثقة للجنة 1922، هي لجنة نواب حزب المحافظين. لكن مثل ما تفضلت وذكرت، هو مسألة، وده كان على فكرة طلب من المعارضة، طلب من النواب، أن دي مخالفة قانونية لابد البوليس يحققها فيها. مشكلة تحقيق البوليس فيها إيه؟ في قضيتين. القضية الأولى أن لابد من تحت قانون خصوصية المعلومات أن التقرير يعرض على الناس اللي ذكروا. حسب معلوماتي أنا في أكثر من 50 اسم ذكروا في هذا التقرير في التحقيق. فلابد من ان التقرير يمر عليهم قبل ان ينشر، ده 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 ده, ده القانون في هذا الوضع. لما تكون انت شاهد وعارف ان اسمك البوليس هيستدعيك، فالبوليس هيخشى ان هتكون في اخفاء الادله او الامتناع عن الادعاء بالاقوال او عدم المشاركه. وهنا طالب البوليس عدم ذكر الاسماء تخفيف التقرير، وده طبعا ادت الى تاجيل نشره، وده اعطت مزيد من الوقت لبوريس جونسون انه هو يقوي من معسكر المدافعين. وهذا ما اود السؤال عنه، دخول الشرطه على الخط والطلب بتنقيح بعض المعلومات والمعطيات، هل يعني بانه جونسون سيفلت من العاصفه السياسيه التي لاحقته طيله الفتره الماضيه؟ هو عشان بس نوضح للمشاهدين، هو التقرير نفسه ما فيش مخالفه جنائيه. هو في نقطتين، هي في مساله أخلاقية معنوية بتخلي الرأي العام غير متعاطف مع جونسون ومع المحافظين، لكن الرأي العام قد يصيب نوع من الزهق ويبتدي يركز على معلومة، يعني على قضايا أكثر أهمية زي مثلا أسعار فواتير الكهرباء وما إلى ذلك. النقطة الثانية اللي أنا شرحتها اللي هي مع تدخل البوليس ده هيعرقل النشر. إذا كانت هناك معلومات عرقلة النشر تخفيها، معلومات زي هل بوريس جونسون بتصريحه أمام البرلمان عمل تضليل البرلمان؟ أصل تهمة تضليل البرلمان معناها إيه؟ معناها إن الوزير أو العضو المنتخب يدلي بمعلومات أمام نواب مجلس العلوم وهو يعرف إن هذه المعلومات غير صحيحة، وده بيسمى تضليل البرلمان. وإذا ثبت من التقرير إن مثلاً في يوم 20 مايو 2020 أو في يوم 29 نوفمبر 2020 بوريس قال لم يحدث أن يكون هناك حفلة، وكان ما كانش فيه أكثر من 6 أشخاص، لكن اتضح أن كان فيه حفلة وأن كان فيه 18 شخص من 6 أشخاص، يبقى المعلومات اللي أدلى بها البرلمان معلومات خاطئة ومضللة. ولا أعرف أي نموذج أن وزير ضل البرلمان ولم يستقيل. لكن إذا لم ينشر التقرير هذه المعلومة التي تؤكد أنه ضل البرلمان، يبقى ما فيش مشكلة مع بوريس جونسون. وهنا سيد عادل، خطوة الشرطة لا شك أثارت الكثير من الانتقادات والمطالبات بضرورة إصدار خلاصات هذا التحقيق وهذا التقرير كاملة. هل من آفاق حقيقية أمام هذه الدعوات في ضوء المعطيات التي أشرت إليها إزاء تحقيقات الشرطة؟ تحقيق البوليس هو يعني هي مخالفة، ما هيش مخالفة جنائية، يعني لا أحد سيقدم للمحاكمة. لو عدت بالذاكرة إلى أثناء الإغلاق الحصار بتاع كورونا، هي زي مخالفة انتظار أوتومبيل. يعني بتاخد أنت باركينج، تيجي أنت ركنت على خط أصفر، فجي عسكري المرور عطالك مخالفة ب 70 باوند.
فالمخالفات اللي كانت بتصدر في ان الناس تعمل حفله او ما فيش مسافه تباعد صحي مثلا بين الناس، ان البوليس يديك مخالفه ب 100 باوند، يا اما تدفعها يا اما تروح المحكمه، اذا خسرت القضيه هتتضاعف ال 100 باوند. فما هيش قضيه جنائيه. لكن اذا اللي بيحصل الان ان تدخل البوليس هيخفف من المعلومات اللي قد تثبت ان بوريس جونسون ضل البرلمان. السيناريو المحتمل هو ايه؟ حسب اللي سمعته من نواب البرلمان، ان لو لجنه 1922 جالها 15% من عدد النواب، من عدد نواب مجلس العموم، لان ده مش بايد المعارضه، ده بايد نواب الحكومه. يعني 54 نائب، نسحب الثقه منه في هذه الحاله، يقول التصويت سحب الثقه وناشا تحدي بوريس جونسون في الانتخابات من يصبح زعيم الحزب. انا تقديري انه سيفوز، سينجح لكن باغلبيه بسيطه، وحيكون يعني مكسور الجناح وحيكون زعيم ضعيف مستهدف من المعارضه ومن الصحافه. لكن في ضوء هذه القصقصات بين قوسين لخلاصات هذا التقرير والحجب لبعض المعطيات، هل الاحتمالات تظل حاضره اذا الذهاب لهذا السيناريو فعلا سيناريو تصويت على سحب الثقه من الحكومه؟ لا، لن يحدث تصويت على سحب الثقه في الحكومه، لان الحكومه لم ترتكب مخالفه لسحب الثقه في 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 سنه الاثنين. احب نوضح للمشاهدين، حزب المحافظين له اغلبيه، جميع احزاب المعارضه مجتمعه لا تستطيع هزيمه الحكومه في البرلمان وسحب الثقه منها. هي في لجنه اسمها لجنه 1922، لها كونس 1922. هذه اللجنه تمثل نواب المحافظين، ليس لها مثيل اخر في العالم، تمثل نواب المحافظين اللي هم ليسوا وزراء، يعني ليسوا من الحكومه، يعني نواب المقاعد الخلفيه. هؤلاء النواب لو 54 منهم قالوا احنا لا نثق ببوريس جونسون كزعيم لنا، ليس امام رئيس اللجنه اللي هو السير جرام بريدي، اللي يقول حسب اللوائح بتاعه اللجنه نحن نسحب الثقة ومن يريد أن يتحدى الزعيم. ده حصل مع تريزا ماي مرتين مثلا، وكانت نتيجة بوريس جونسون جاء. فناس تقدم أسماءها لتحدي، لكن لابد من يكون الأغلبية مع المتحدي. أنا في تقديري أنه سينجح في هذه المرة. لوائح لجنة 1922 تقول إيه؟ لا يمكن تحدي الزعيم مرتين في 12 شهر. يعني لو مثلا حدث سحب الثقه على شهر مارس، ويبقى ليس امامه غير مارس القادم اللي هو 2023 لسحب الثقه منه مره اخرى. بس في الحاله الاولى احنا قربنا من الانتخابات، ما فيش داعي لسحب الثقه، وهذا ما يامله بوريس جونسون للنجاح والبقاء. شكرا جزيلا على انضمامك الينا من لندن، الكاتب الصحفي السيد عادل درويش.